السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت معكم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم طريقه تحضير ديال فطيره معمره بالدجاج. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، صراحه كتجي رائعه بطريقه جد سهله ومكونات بسيطه. كما العاده ما تبخلوش عليا بلي لايك، ابوني وبارطاجيو، فعلوا جرس القناه باش يوصلكم الجديد. ودابا نبداو مع المقادير. على بركه الله كنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقة كبيرة ديال الخميرة، نص كاس ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال الملحة، ونص معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وكاس ديال الماء يكون كبير شوية دافي. ودابا غادي ناخدو الإناء فاش غنديرو الخليط ديالنا، وغادي نديرو الماء دافي هو الأول، غنضيفو عليه كذلك نص كاس ديال الزيت، كذلك السكر سنيدة والملحة، وفي الاخير نضيفو خميره المعجونه، واللي ما عندهمش يقدروا يعوضوها بالخميره حبيبات بحال بحال. ودابا كما كتشوفوا غادي نضيفو الدقيق ديالنا. سمحوا لي كنذكركم بالمقادير، 600 غرام ديال الدقيق الابيض، فوالا كما كتشوفوا. ودابا غادي نعجنوا العجينه ديالنا كما كنعجنوا العجينه عادي، غير هي خصها تدلك شويه، اللي كيعجنها بيدو يدلكها يعطيها شويه ديال الوقت، واللي غيديرها في لاماشين كذلك يعطيها شويه ديال الوقت حتى تعجن العجينه مزيان، وعاد غادي يحيدها. هانتوما كما كتشوفوا غادي نديرها تعجن في لاماشين ونرجع معكم باش نحضروا الحشوه ديالنا. دابا هانتوما كما كتشوفوا غادي ناخذوا المقادير باش غادي نحضروا الحشوه ديالنا. غادي ناخذوا جوج ديال البصلات مشلضين يكونوا هكا كرقاق شويه، شويه ديال زلافه، نقولوا زلافه ديال الفرماج محكوك، 400 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغيورين، جوج ديال الحبات ديال الفلفل مشويين ومقطعين كذلك صغيورين، حبه كبيره ديال المطيشه مشلضه كذلك صغيوره، نص كاس ديال الزيت الزيتون، 3 ديال المعالق ديال القزبر والمعدنوس، وربعة هكا ديال الفصيصين ديال الثومه. انا خليتهم مكملين حقاش كتكون عندي في الكونجيلاتور ملي كنشري بزايد، وخليتهم هكا مكملين. نتوما تقدروا تحكوهم والعطريه. عندي نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر، نص معلقه ديال التحميره، ونص معلقه ديال الخرقوم. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا البصله هي الاولى، غادي نديروها في مرميطه ولا في مقله ولا اللي كان موجود عندكم، وغادي نضيفوا عليها الزيت ديالنا، وغادي نمشيو نديروها على البوطه على نار مهيله حتى تقلى لنا البصله مزيان، ونرجع معكم. ودابا بما البصله ديالنا راه كتقلى، جبت العجينه ديالنا تعجنات. هانتوما كما كتشوفوا غندير لها قطعه ديال الزيت باش ما تلصقليش، وغادي نخليها على جنب، ندير لها شويه ديال البابي فيلم ونخليها تخمر بحال الخميره ديال الخبز العادي حتى تخمر مزيان ويضاعف الحجم ديالها، وعاد غادي نرجعوا نخدموا بها ان شاء الله. واما بالنسبه للمكونات الاخرى غادي نضيفوهم دابا ان شاء الله على البصله ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا البصيله ديالنا تقلات، راني يعني ما درت فيها لا ما لا والو، طلقت الماء ديالها بوحدها. ودابا غادي نضيفو الدجاج ديالنا، صدر ديال الدجاج، واللي ما عندوش صدر الدجاج ولا ما متوفروش ولا عنده الكفته يقدر يديرها بالكفته، حتى بالكفته كتجي رائعه بجوج بيهم، يعني كيجيو مزيونين. انتي واللي متوفر عندك في الدار ماشي لابد صدر ديال الدجاج. انتما كما كتشوفوا ضفت مطيشه وزدت عليها الفلفل مشوي ومقطع هكا طريفات صغيورين، قزبر والمعدنوس والفصيصين ديال الثومه. كما قلت لكم انا الثومه خليتها هكا مكموله محقاش كانت عندي في الكونجيلاتور، راكم عارفيني غادي تطيب وغادي يعني غادي تذوب بوحدها. هانتوما كما كتشوفوا غادي نخلط مزيان البصله مع الدجاج مع العطريه، وغادي نزيد غير كويس صغور ديال الماء، ما نزيدوش بزاف،
محقاش غادي نقصوا البوطه ومطيشه والبصله واللحم هما اللي غيطلقوا الماء ديالهم. انتما كما كتشوفوا خلطت مزيان المكونات مع بعضياتها، ودابا غادي نبلع هكا الكوكوط نغطيها ونخليها على نار مهيله ونرجع لها من بعد. فوالا كما كتشوفوا ها هي الحشوه ديالي طابت ونشفت من الماء، يعني ما بقاش فيها الماء، بقى غير الزيت. انتما كما كتشوفوا ما خصكمش تخليو فيها الماء باش ما تضيع لكمش الفطيره ديالكم. ودابا خليتها على جناب ومشيت ناخذ العجينه ديالي اللي تضاعف الحجم ديالها وخمرات كما كتشوفوا. انتما خديت واحد الطبيصل هكا صغير ودرت فيه شويه ديال الدقيق الابيض، دانت يدي هكا بشويه الزيت باش ما تلصقليش. انتما كما كتشوفوا غادي ناخذها في مره واحده، يعني ما غاديش نقسمها ولا، وغادي نديرها هكذا شويه ديال الدقيق. سمحوا لي هذا الشرح كنشرحه للمبتدئات، اما بالنسبه للامهات ديالنا والناس يعني هكا اللي عندهم تجربه تبارك الله عليهم راه كلشي كيعرف يقرص الخبز، ويعني بلا داعيه نشرح لهم، ولكن كنشرح للمبتدئات اللي يلاه بداو. انتما كما كتشوفوا كناخذ واحد الصينيه درت فيها الورق ديال المطبخ، درت شويه ديال الدقيق هكا باش ما تلصق لياش الخبيزه ديالنا منين نكونوا هكا كنطلقوها. ودابا انتما كما كتشوفوا غادي ندير لها بحال اللي كنديروا للخبز ديالنا العادي تماما، يعني كما كنقولوا حنا غادي نقرصوا الخبيزه ديالنا هكذا ما نخليوهاش غليظه، ما نخليوهاش عاود رقيقه، خليوها شويه. هانتوما كما كتشوفوا ودابا غادي نغطيها بواحد سربيطه هكا وغادي نخليها على جنب تتخمر لنا مزيان بحال الخميره ديال الخبز، يعني بحال ترجع لنا هانتوما كما كتشوفوا بحال الخبز ديالنا ملي غنكونوا نطيبوه. هانتوما راني رجعت لها من بعد جبرتها بين الضعف الحجم ديالها. ودابا غادي نبدا ندير هكا بيدي، يعني ندير بحال واحد الحفيرات ونمشي مشا كندور مع الخبيزه هكا. هانتوما كما كتشوفوا نعلم هكا بحال واحد الحفيره ونمشي للخبزه كلها ولا الفطيره نبقى ندورها هكا على شكل هكا دائري. هانتوما غادي تشوفوا النتيجه في التالي غتجي مزيونه. هانتوما كما كتشوفوا وغادي نمشي كذلك عاود ندير هكا دويره ثانيه، نبعد غير شويه وندير عاود الدوره الثانيه، كذلك غادي نبعد عاود واحد شويه وغادي ندير عاود الدوره الثالثه. هانتوما كما كتشوفوا حتى غادي نوصل للوسط وغادي ندير واحد الحفيره هكاك ونخليها. ودابا غادي ناخذ الحشوه ديالي اللي بردت شويه ما ديروهاش سخونه، وغادي نبدا نعمر داك الحفيرات هكا اللي درت بيدي. هانتوما كما كتشوفوا غادي ندور عليها كلها هكذا هانتوما حتى غادي نكمل الحشوه ديالي كلها، وكذلك غادي نعمر داك الحفيرات هكا اللي درت بيدي داك لا ديكوراسيون. وهانتوما كما كتشوفوا غير بشويه هكا بالمعلقه بشويه بشويه حتى تكملوا الحشوه ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا مشيت معاها هكا شويه بشويه كنعمر خطيط بخطيط حتى غادي نكمل الحشوه اللي عندي. فوالا، ودابا كما كتشوفوا هاني كملت داك كما كنقولوا داك الديكوراسيون اللي درت كملتها كلها، عمرتها بالدجاج اللي عندنا عفوا. ودابا غادي ناخذ شويه ديال الفرماج، الفرماج اللي متوفر عندكم موتزاريلا اولا الفرماج الاحمر ولا اللي كان محكوك، وديروه في داك البلاصه اللي بقات لكم فارغه بالخطيط والخطيط. هانتوما كما كتشوفوا غادي نعمر هكا بين داك الخطيط الاول ديال الدجاج والثاني غادي نعمر بيناتهم شويه ديال الفخوماج. هانتوما كما كتشوفوا غادي نمشي على نفس الطريقه حتى غادي نعمر داك الخطيطين اللي بقاو لي بويض كلهم. فوالا، ودابا بقى لي الخط الاخير غادي نعمرو كذلك. هانتوما صراحه كتجي رائعه، كنصحكم انكم تجربوها ما غاديش تندموا، وسهله
التحضير يعني ما كتاخد مناش بزاف ديال الوقت. هانتوما كما كتشوفوا الصراحه الشكل ديالها كيجي رائع، واخا باقا ما طابتش. ودابا غادي ناخد كما كتشوفوا شويه ديال الحبق ولا اي حاجه بغيتوا تنسموا بها نتوما، يعني من الاختيار ديالكم. انا كتعجبني كندير شويه ديال الحبق، شويه ديال هكا واحد المنسمات عندي يعني مخلطين، شويه الزحتر، اعزير، الحبق كما قلت لكم. هانتوما غادي ندير هكا شويه الفطيره ديالنا كلها من جميع الجوانب ديالها، كذلك شويه ديال الحبق كما كتشوفوا. نتوما تقدروا تنسموا باي حاجه، واللي ما كيعجبوش هذا النسمه ما ينسمهاش. هانتوما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نمشيو غادي ندخلوها الفران، غادي طيب الطياب عادي ديال الخبز ديالنا، نطيبوها من التحت وعاد نحمروها غير شويه من الفوق باش ما يتحرقناش الفخوماج، ونرجع معكم. فوالا كما كتشوفوا الفطيره ديالي محشيه بالدجاج هي هذه. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وغادي تجربوها ان شاء الله باذن الله. الطريقه ديالها جد سهله، والمكونات كذلك بالاستطاعه ديال الواحد، يعني ماشي لابد انكم ديروا كميه كبيره ديال الدجاج ولا كميه كبيره ديال الكفته، تقدروا تكتفيوا باي كميه عندكم. الحمد لله يعني كل واحد على قد الاستطاعه ديالو. بنادم غير كيبدل شويه شويه لا ديكوراسيون، شويه ديال اللوغو. هانتوما كما كتشوفوا غادي نقطع معكم واحد المغصو، غادي تشوفوها الصراحه كتجي رائعه رائعه. هانتوما لا الشكل ديالها ولا لا ديكوراسيون، هانتوما كتجي غزاله وخفيفه، ولاباط ديالها الصراحه كتجي فنه، كتذوب في الفم غير بحدها. هانتوما كما كتشوفوا ما معجناش ولا، هانتوما فوالا قربت لكم اكثر باش غادي تشوفوا معايا. ها انتما كي كتجي خامره وكتجي خفيفه، والحشوه كذلك ما خليتش فيها الماء باش غادي تجي معجنه ولا، كيبقى فيها غير الزيت باش كتجي لنا الوصفه ناجحه. ها انتما كما كتشوفوا كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. صراحه كتجي رائعه، كنصحكم بها. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله كتجي بحال البونج، يعني ما معجناش. كما العاده ما تبخلوش عليا بلي لايك، ما تنساونيش ابوني وبارطاجي، فعلوا الجرس للقناه باش يوصلكم الجديد. وصلنا لنهايه الفيديو، الله يخطيكم، شكرا بزاف على التتبع ديالكم، مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.